من امبارح وجميع مواقع السوشيال ميديا في حالة من الفوضى، والسبب هو ليسا من بلاك بينك. فالكل عارف ان في يوم الاثنين اللي فات 3 يونيو ليسا انشأت اول حساب رسمي ليها على تيك توك، وفي وقتها الحساب ده كان خاص مش علني وما كانش عليه اي متابعين. وامبارح يوم الخميس اخيرا ليسا شاركت اول مقطع تيك توك ليها وخلت كمان الحساب علني. والشيء اللي لفت انتباه الجمهور جدا هو ان ليسا استخدمت نغمة جديدة من وكالة اللاود بعنوان كمانسون قادم قريبا. وطبعا كل البلينك دلوقتي يتأكد ان ليسا بتستعد لإطلاق تاني ألبوم منفرد ليها، وتحديدا لأنها في الفترة الأخيرة لمحت كتير جدا للموضوع ده من خلال نشر موجي النجمة في آخر مشاركة ليها. ده حتى المدير العام لشركة RCA اللي تعاونت معاها وكالة اللاود قاعد نشر صور ليسا مع موجي النجمة، وطبعا مستحيل يكون كل ده مجرد صدفة. والشيء الأكيد دلوقتي ان ألبوم ليسا اللي جاي هيكون بمفهوم النجوم، فعشان كده بلينك خلينا مستعدين لأن ليسا رجعت كسر الدنيا. أما بقى على الناحية التانية فهي حاليا موجودة في مدينة كوسموي عشان تكمل تصوير دراما وايت لوتس. كما ليسا كانت مشغولة جدا بالترويج لمجموعة ساعات فاخرة من علامة بيفل جاري، وفي احتمال كبير تكون الحملة دي هي اخر تعاون لليسا مع علامة المجوهرات الفاخرة بيفل جاري، وهقول لكم ليه. الكل عارف ان السيد بابن المدير العام لعلامة بيفل جاري بتجمعه مع ليسا علاقة قوية جدا، وفي اخر منشور ليه على الانستجرام شارك السيد بابن صور ليسا مع اغنية بلاك بينك فور يور لاس، وده اللي خلى عدد كبير من المعجبين يتوقع ان السيد بابن بيلمح الى ان التعاون ده هو حملة بيفل جاري الاخيرة ليهم مع ليسا من بلاك بينك. وده شيء منطقي واقعي جدا لانه في الفترة الاخيرة ليسا تخلت عن حضور احداث بيفل جاري زي ما عملت مع علامة سيلين تماما، وده معناه ان ليسا من بعد ما انتهى عقدها مع وكالة وجي قررت تنهي عقدها مع العلامات التجارية التانية. خلاصة الكلام، من الاول علامة سيلين وبيفل جاري كانوا بيتفاوضوا مع وكالة وجي، عشان كده من المنطقي جدا من بعد انتهاء عقد ليسا مع وكالة وجي انتهى عقدها مع علامة سيلين وبيفل جاري. اكتب لي في التعليقات انت رايك كيف اخبار النهارده، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.